تمام. طيب كنا بنقول ايه؟ السؤال الاولاني اللي هو هل احنا بنستخدمه في الشغل؟ الاجابه هي لا. تمام. طيب السؤال الثاني، هل هو بيخليني سوفت وير انجينير احسن او ديفلوبر احسن؟ الاجابه هي لا، برضو مش شرط. تمام. طب احنا ليه بندرس الموضوع ده، او ليه السوفت وير انجينير كويس؟ من رايي الشخصي، السوفت وير انجينير او قصدي البروبلم سولفنج عموما، هو مجرد بيبني عندك مايند سيت. تمام. طيب ايه المايند سيت دي بتساعدك في ايه؟ بتساعدك في ان انت يعني البروبلم سولفنج عموما، يعني اللي هو ايه، مش مجرد ان انت ماثماتكس وكده، لا، هو بيخليك تبني ستيبس عشان توصل لمساله. يعني مثلا لو هنفترض ان احنا معانا مثلا اري ان احنا مثلا مساله عايزه مثلا دوبليكيتس، عايز تطلع الدوبليكيتس من الاري مثلا، او تاندنتفاي ان الاري دي فيها دوبليكيتس. فواحد يقول لك مثلا انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن والله امسك لسته، وامسك لسته تانيه، واقعد اضيف في اللسته، واثناء الاضافه اقعد اتشيك هل الرقم ده انا ضفته قبل كده ولا لا. خطوات منطقيه هي بتنمي عندك الموضوع ده، والموضوع ده بصراحه هو ده، هو لب موضوع البروبلم سولفنج، ان انت تقدر تبني خطوات ثابته تحل بيها المساله. واحد تاني هينط يقول لك لا، طب ما انا ممكن ليه اعمل لسته وكده؟ طب ما انا ممكن اعمل سورت على اللسته، وكل رقم زي اللي بعده اضيفهم، يعني مثلا ايه، انا لما صورت الارقام اللي شبه بعض تيجي ورا بعض، فاقول والله لو انا شبه اللي بعدي فانا خلاص كده تمام. عادي، قدر يدنتفاي حل بخطوات. واحد تاني يقول لك طب انا ليه بستور في ليست؟ مستور في ماب. تمام. الماب هشوف هل تكرار الرقم ده ازيد من واحد، اذا الليست دي فيها اعداد متكرره. ثلاث سولوشنز، ثلاث اشخاص مختلفين فكروا بثلاث اجابات مختلفه. تمام. وكل واحد بالخطوات بتاعته المختلفه. فهنا البروبلم سولفنج بيجي ان انت بيديك ستيبس، خطوات معينه، والبروبلم والسوفت وير انجينير عموما هو مجرد ستيبس. يعني التيم ليدر بيبني ستيبس عشان يبني سيستم، الديفلوبر الجونيور نفسه بيبني ستيبس عشان يقدر يبني الفانكشن اللي هو شغال عليها. تمام. فالمجرد الموضوع مجرد ستيبس بس مش اكتر. تمام. طيب نيجي بقى، احنا فهمنا البروبلم سولفنج بيبني مايند سيت، هل هو بيخليك سوفت وير انجينير احسن؟ لا، الا لو انت فعلا بتستفاد من الحل ده، وهنقدر او قدامنا نشرح برضو ازاي انت بتستفاد من الحل ده. يعني ازاي ان انت بتخلي البروبلم سولفنج مش مجرد لو انا جاست بحله عشان انترفيو، لا، انت بتخليه مايند سيت بيفيدك قدام. تمام. طيب عندك طريقين عشان تبدا بروبلم سولفنج. اول طريق ان انت تبدا مع نفسك، وانا ما برشحش الموضوع ده خالص ان انت تبدا مع نفسك. ليه؟ لان الموضوع بيكون صعب وفي تشالنجز كتير على عكس اي حاجه تانية. ليه؟ لان انت مثلا بتجي لك لحظه كده، او بتيجي الناس كتير على فكره، كل الناس كده، اللي هو ايه، انا غبي، اللي هو انا مش فاهم حاجه، الناس بتحل بسرعه وكده. وعلى فكره ده ظلم. يعني انت مثلا الشخص اللي انت بتشوفه بيحل بسرعه ده هو حل كتير، هو حل الاف المسائل ودعك دعكه سودا. فاللي هو ان انت تيجي تقارن نفسك، وخصوصا برضو البروبلم سولفنج ما يكونش فيه عائد بسرعه. يعني مثلا واحد اللي هو انا هقعد النهارده اسبوع، انا لا، الموضوع ما بيجيش كده، الموضوع بيجي شهور، تدريب تدريب تدريب، زي كانك بتبني عضلات بالظبط. هو العضلات ما بتظهرلكش من اول يوم، العضلات بتيجي مثلا بعد وقت. فللاسف دي الكيس. فعشان كده لو انت بتبدا لوحدك فصعب جدا. طيب هنحل الموضوع ده ازاي؟ هنحل الموضوع ده ان انت تشوف حد منتور عليك في الموضوع ده، اللي هو حد فعلا كويس بروبلم سولفنج، فانت تكلمه ويتابع معاك، يقول لك ايه الصح اللي انت تعمله، ولما تحبط يقول لك لا، ما الموضوع كذا كذا وهون عليك وكل الكلام الجميل ده. او ان انت لو انت مثلا طالب، او حتى لو انت مش طالب، تقدر تخش في اي كوميونتي. يعني مثلا في الجامعات في كوميونتي كده اللي هو ايه، كمبيوتر بروبلم سولفنج في اي جامعه. انت لو رحت اي جامعه هتلاقي كمبيوتر كوميونتي ده، تقدر تخش مع الطلبه دي، حد مهما كان سنك عادي ممكن تخش معاهم وتفهم منهم وتتعلم. بالعكس هناك كومبيتيشن والموضوع حماسي جدا، وبيعلم مستواك بطريقه يعني لا تتخيلها، احسن من انت تحل مع نفسك، والموضوع محبط جدا مع نفسك. تمام. تاني سولوشن، وهو ان انت تشوف اي مؤسسه بتدرب بروبلم سولفنج. تمام. او اي مكان، في مؤسسات اجنبيه وفي مؤسسات عربيه. انا بنصح العربي، في حاجه اسمها كوتش اكاديمي. تمام. في ليفل الطلبه وفي ليفل للخريجين. يعني ليفل للخريجين بصراحه انا ما حضرتوش، انا حضرت الطلبه بس كان جامد جدا. بس برضه هو في ميزه وفي عيب. الميزه ان هو هيطلعك حرفيا شخص في مستوى تاني نهائي اطلاقا، هتعدي. العيب التاني ان هو هيدك. يعني بصراحه انا كان بتقعد تقريبا 7 أو 8 شهور، 3 سيشنز في الاسبوع، 4 ساعات لكل محاضره، وحل مستمر حل مستمر. فالموضوع هيدك كتير. فلو انت عندك ضغوطات نفسيه او ضغوطات في الشغل او ايا كان، انصحك تتخلي الموضوع ده لحد لما الدنيا تفك. لان غالبا كان في الليفل اللي انا كنت فيه كنا بتاع 60 واحد، حرفيا ما عادش مننا غير 10 هم اللي استمروا، انا نفسي ما استمرتش اصلا في الاخر. فالموضوع كان ريلي صعب. ولو حد مثلا ممكن اعمل شير سكرين واوريكم ثواني اوريكم الويب سايت بتاعهم. اوكي ويت،
اوكي ده الويب سايت، دي هي كوتش اكاديمي اللي انا قصدي عليها. تقدر تتكلم عندهم ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، ده طبعا ليفل الجراديوتس. لو احنا رجعنا كده هتلاقي برضو في للطلبه يونيفرسيتي ستودنتس، في السكول برضو للطلب الثانوي. بصراحه ناس جميله جدا وناس على اعلى مستوى، بصراحه احسن ناس بروبلم سولفنج في مصر هم بيشرحوا في المكان ده. تمام، انصح بيه حد بشده. والبرايسنج بتاعهم حاليا مش غالي، يعني مش عارف كام يعني، بس هو مش غالي خالص. تمام، هيساعدك وهيخليك بصراحه هيظبط معاك الموضوع ده جدا. تمام، طيب كده احنا عرفنا ازاي هل بروبلم سولفنج بيفيدنا ازاي، وازاي الموضوع اتواصل بالموضوع اللي هو حلين، اللي هو ان انت تحل مع نفسك او ان انت تشوف اي مكان تحل منه. في عبد الله رافع ايده، ماشي تمام. طيب كده عرفنا، عرفنا هنبدأ ازاي او ايه الويز اللي احنا نبدأ فيها. طيب انا دلوقتي انا عايز افهم، او جات لي مسألة مثلا، او وانا بحل مع نفسي، او ايه الاتيتيود اللي انا بعمله عشان احل مع نفسي. تمام، او ايه التكنيكس انا شخصيا بستخدمها. تمام، تعال نفترض مثلا انا دلوقتي انا هحل على ليد كود. بالنسبه اللي ما يعرفش ليد كود، ليد كود هو بلاتفورم. البلاتفورم دي وظيفتها ان هي بتجيب لك بروبلمز من الشركات الكبيره، وفي نفس الوقت بتعلمك الالجوريزمز والداتا ستراكشر عن طريق البراكتس، ان انت بتحل وبتفهم مثلا تري داتا ستراكشر، ستاك داتا ستراكشر شغال ازاي، وهكذا. تمام، في الترناتيفز ليها كتير، بس بصراحه ده اشهر بلاتفورم. تمام، يعني احنا مثلا لو دخلنا على problems هو محقق فيه، انت ممكن تقدر ثواني ونت تمام، تقدر تحل هنا مثلا problems تفلتر. تمام، و شاب حد يعرف ازاي اضيف الناس اوتوماتيك على ما حدش عارف. تمام، عندك مثلا البلان 14 دي ستادي بلان اوف كراك الجو مثلا، وفي داتا ستراكشر، في اس كيو ال دي بي، فهم بيبقى 14 يوم. هو 14 يوم اي نعم مش هتتعلم المستوى، بس هي بتديك فكره، بمعنى انها بتديك فكره اللي هو كل مساله بيكون عايز يوصل لك حاجه معينه. يعني مثلا في مساله تلاقيه دايما معتمد عايزك تمشي ببروتش معين عشان تفهم فكره معينه. فبصراحه الليسته دي جامده جدا، وفي طبعا كذا حاجه يعني حاجه في منتهى الروعه يعني. وبرده ايس انترفيوز 75 سؤال جامدين جدا. تمام، طيب نخش على المسائل. يعني مثلا انا تعالى مثلا سي تعالى نفتح المساله دي، او انا نفسي بفكر ازاي لو انا احل مساله. مثلا انا مثلا بفتح المساله، اوكي ثواني سكيب. تمام، انا لما بفتح المساله اول حاجه بقرا المساله مده 10 دقائق. 10 دقائق لازم اقرا المساله فيها. تمام، سواء عرفت سواء ما عرفتش. تمام، اقرا المساله 10 دقائق. طيب ما عرفتش اقرا المساله، يعني خلال العشر دقائق دي ما عرفتش احل، بقوم نازل تحت فاتح حاجه اسمها ريليتد توبكس. تمام، وبيكون برضو فيه هنتس تحت. تمام، الريليتد توبكس ليه انا ببص عليها؟ لان اغلب المسائل حتى في الانترفيو بتكون غامضه، بمعنى اللي هو انا مثلا بيقول لك مثلا في امازون، تلاقي ده في امازون بيجيب لك مثال من امازون مثلا، لكن احنا عندنا في امازون سيرفر 1 2 3 بيعمل مش عارف ايه. التركه في الموضوع ان انت ما بتبقاش عارف انا همشي، طب انا همشي باينري ريسيرش، طب انا همشي اري، طب انا همشيها ازاي بالظبط. تمام، فموضوع ان انت تعود نفسك على ريليتد توبكس. تمام، اللي هو ان انت انا فهمت، فانا دماغي هيروح لي كده. طب ليه انا بحل مثلا بالطريقه دي؟ لان في الانترفيو، تمام، في الانترفيو في ناس كتير مثلا اللي هو ايه، فاكر ان انت لما تخش انترفيو انت بتحل ايا كان الليفل بتاعك، فلا ده مش صح. بالعكس، هو بيبقى عايز يختبر اصلا هل انت لو قابلت مساله اول مره تشوفها بحياتك ازاي هتابروش المساله دي، او ازاي انت هتحل المساله دي. فاهم؟ فهنا الموضوع مهم جدا، اللي هو ان انت مش شرط تحلها، بل بالعكس انت لو جيت حاجه انت مش عارفها قبل كده وحاولت تابروش المساله في ان انت تساله على هنتس، يعني مثلا تقول له المساله دي ايه الريليتد توبيك بتاعها؟ هيقول لك والله مثلا المساله دي ممكن تتحل باينري ريسيرش. تمام؟ تساله سؤال تاني، طب ايه المساله، ايه يعني مثلا المساله دي الكونسترينز بتاعتها ايه؟ وده تاني حاجه انا بشوفها، يعني بعد ما بشوف الريليتد توبكس ببص على الكونسترينز. اللي مش فاهم يعني ايه الكونسترينز، الكونسترينز دي يعني هو هنا بيقول لك ان النمز دوت لينث من 2 ل 10 اس 4، معناها ان الاري اللي هو هيديها لك 10 السايز بتاعها ماكسيمم 10 اس 4، وان الرقم اللي جوه الاري هنا بيتراوح من سالب 10 اس 9 لحد 10 اس 9، وان التارجت وهكذا. طب انا بستفاد ايه من الحاجات دي؟ اولا في البروبلم سولفينج في حاجه اسمها الليميت، او الليميت المتفق عليه. طيب في البروبلم سولفينج ايه الليميت المتفق عليه؟ بيقول لك ان الليميت المتفق عليه هو 10 اس 6.
مش فاهم برضه. معناها ان السلوشن بتاعك لو الليمت بتاع الاري 10 اس 6 لازم تمشي او اوف ان، حتى او اوف ان لوج ان اللي هي اصلا ممكن تكون رقم عبيط ما ينفعش، اللي هو ان انت الحل بتاعك لازم يفت في ال 10 اس 6 ايا كان الحل ده، تمام؟ يعني لما تلاقي مثلا جايب لك هنا مثلا 10 اس 4، معناها ان انا ما اقدرش اعمل تو فور لوب جنب بعض جوه بعض، يعني حتى تلاقي هنا عامل فور لوب تحت بعض لكن ما عملش جوه بعض، تمام؟ لان السولوشن ده هيعمل ايه؟ لو حد ملاحظ بران من، لو حد فاهم بايثون يعني هو بسيطه، من اي لحد رينج الان بس، وهنا من اي لحد رينج الان، يعني مشيت 10 اس 4، لو انا عملت تو فور لوبز جوه بعض ايا كان السولوشن يعني هيضرب معايا او هيقول لك تايم ليميت، تمام؟ فدايما تفيت السولوشن بتاعك 10 اس 6، اي حاجه عدت 10 اس 6 في السولوشن بتاعك، السولوشن بتاعك يضرب تايم ليميت. حتى هو في الانترفيو بينبه عليك، يعني حتى لو هو جاب لك مثلا لو دي مثلا كانت رقم صغير 10 اس 3 مثلا كده، السولوشن بتاعك لو انت عملت تو فور لوبس جوه بعض السولوشن بتاعك يكون 10 اس 6، انت ماشي صح. فالكونسترينز بتعرفك ايه الواي اللي انت تمشي فيها البروبلم. ساعات البروبلم ممكن يقول لك عادي ممكن تعمل 6 فور لوب جوه بعض والسولوشن يمشي، ليه؟ لان الكونسترينز قليله، فانت خدت المعلومه منه ان الكونسترينز قليله، تمام؟ فنراجع بسرعه، ان انت بتقرا مثلا 10 دقائق ما عرفتش، بتقرا ريليت توبكس او الهندس على المساله، بعد كده تبص على الكونسترينز معرفتش بقى خالص، عجزت تماما، فبتروح على ان انت تشوف سولوشن فيديو للمساله دي، تمام؟ سولوشن فيديو ان انت مثلا سي انا هفتح اليوتيوب مثلا، توصم بتفتح اليوتيوب مثلا، تعالى ناخد الراجل ده بيحل مسألة، غالبا اغلب مسائل اليوتيوب هتلاقي لها حل على اليوتيوب، تمام؟ بفتح الفيديو وامشي 30 30، امشي 30 ثانيه 30 ثانيه، بمعنى انا مثلا في برضو كيس بتكون مهمه جدا، ان انت بتبقى قريت المساله تمام ومش فاهم، او انت كنت بتحاول تفكر في مساله وفي الاخر تكون فاهمها غلط، تمام؟ فهنا انت بتشوف شرحه للمساله، تمام؟ تبدا تفكر كده شويه، طب انا هل عرفت حاجه؟ لا، تشوف جزء تاني من الفيديو يبدا يشرح المساله وهكذا، يبدا مثلا يحاول يوريك طريقه الحل، يشرح لك طريقه الحل اللي هو يمشي بيها، وتوقف وتشتغل وتوقف وتشتغل وتوقف لحد لما توصل المساله. اوعاك تتفرج على الفيديو مره واحده، استحاله، صدقني مش هتستفاد. تاخد المساله حته بحته بالقطاره لحد لما انت توصل للسولوشن لوحده. هتلاقي مثلا عامل مره واحده الري مثلا كذا، عامل معادله معينه، هي دي تحطها، تمام؟ وزي ما قلت في الانترفيو انت مش مطالب تحل المساله مره واحده، مش مطالب تحلها اول ما يديها لك، بالعكس ده بيدي اتيتيود اصلا مش كويس، اللي هو ايه معناها ان انت المساله دي يا اما عدت عليك او حليتها قبل كده. صدقني لما تكون مساله انت مش عارفها وبتبدا تاخد منه هنتس، تبدا تجرجره في الكلام، ده اصلا بيز، ده اساس سوفت وير اصلا، ده بالعكس ده هيفرح منك، لانك انت في السوفت وير اصلا ان انت ايه دايما بتحتاج تسال الكلاينت، الكلاينت ما بيديكش كل حاجه، دايما بتحتاج تساله وتسال الاسئله الصح، تمام؟ فدي بتدربك، وصراحه دي هي اللي بتفرق معاك، مش شرط ان انت تعرف المسائل، شرط ان انت تعرف بالمعلومات الصغيره اللي عندك ان انت تقدر تحل المساله، تمام؟ وتاني نصيحه، وانت بتحل حاول دايما تركز على السبمشن، بمعنى يعني انت مثلا ما ينفعش تعمل زي كده، تمام؟ اللي هو مثلا رونج رونج تايم ليميت رونج اكسبتد اكسبتد ماشي، بس اللي هو ايه يعني الحاجات دي، يعني انا المفروض يعني لو انا عشان احل المسائل مثلا دي من زمان، بص 2020، فاللي هو تايم ليميت المفروض ما كانش تيجي، ليه؟ لان انا لو انا كنت بصيت على المساله على الكونسترينز لقيت 10 و6 ما كانش ينفع اعمل في تو فور لوب، انا متاكد ان انا في السوشيال ده كنت عامل تو فور لوب. فحاول دايما تحل مساله تجيبها من اول مره، يعني الرونج انسرز دي اللي هو انت مش تقعد تسبمت عشان تشوف هي صح ولا غلط عشان هو يقول لك فين الغلط، لا انت بتسبمت عشان تجيبها صح من اول مره، تمام؟ ان انت تبني خطواتك من اول مره صح، وده طبعا مهم. ليه؟ لان انت في انترفيو غالبا اغلب الانترفيوز، يعني انا اخر مره دخلت انترفيو كان من قريب، كان امازون، تمام؟ امازون كان بيديك اصلا كان تو انترفيوز في 40 دقيقه، تمام؟ وانت مطالب تحل مساله، ومساله تصنف صعبه في 15 دقيقه بس، ربع ساعه تجيب السولوشن، يناقشك فيها، تكتب السولوشن وتشرح له كل الكلام ده في خلال ربع ساعه، والخمس دقائق التانيه بيقعد يسالك كده شويه اسئله عامه، تمام؟ فاللي هو انت لو هتقعد بقى تجرب وتعمل، لا انت لازم تكون دايما دماغك مبنيه ان انت انا هحل المساله بسرعه، انا اللي انا هجيبها من اول مره، تمام؟ فدماغك بيحاول دايما يفكر اللي هو ايه، يعني مثلا هتبص على الكونسترين، لا يعني تو فور لوب جوه بعض خلاص ده كده حل نوت اوبشن مش معايا، هحاول احلها في او اف ان على طول، او ان في لوج ان ماكسيموم، تمام؟ فدي كده النقطة التانية.
والنقطة الثالثة برضو لو حد عايز يستزيد، في حاجة اسمها discussion، discussion والسولوشنز على ليت كود. الديسكشن دي في ناس بتعرض بقى افكار، انت حليت المسألة وخلاص تمام الدنيا تمام معاك، تبدأ تشوف حل او اتنين بس، يعني مش كتير، يعني شوف 3 حلول او حلين من الناس ايه، وتحاول تشوف حلول مختلفة عن حلك. تمام، تلاقي واحد مثلا حلها بطريقة معينة، هتلاقي واحد تاني مثلا عمل حتة انت ما كنتش عاملها، عملها احسن منك مثلا، واحد عمل حل اسوأ منك، فانت بتعرف اه لا انا فعلا انا فكرت فيها بشكل احسن من الشخص ده. تمام، طيب ده ناتج لايه؟ عايز اقول لك ان انا اخر مره مشاركة الاي سي ام اللي فاتت، تمام، كنت شفت مساله كانت دايناميك بروجرام باين، فالمساله دي انا شفت لها فيديو كان واحد على اليوتيوب تقريبا كان جايب 30 فيوز ما ولا حاجه، تمام، حلها بطريقه عجبتني. تمام، بعدها ب3 شهور دخلت الكونتست في الاي سي ام، فكانت في مساله كانت تصنف صعبه، فكانت المساله دي فيها حل، يعني الكي بتاع الحل بتاعها كان الحل الواد اللي انا شفت له الفيديو من 3 شهور ده، والحمد لله افتكرت الحل، واصحابي يقولوا لي بلاش بلاش انت ما لقيتش المساله الصعبه عايز تحلها، لا يا شباب انا مش عارف ايه وبتاع، وخدنا في جدال وبتاع، بس الحمد لله في الاخر صممتها ومن اول مره جت. تمام، فان انت تاخد نوليدج وتاخد خبرات برضه، الموضوع البروبلم سولفنج بيجي من الخبرات، يعني في واحد تلاقيه بص على مساله كده الحل اللي اتبنى في دماغه، يعني انا مثلا زي ما بقول لك دلوقتي والله انا عايز ابني ابلكيشن اله حاسبه، بتاخد اول رقمين وبتاخد الاوبريشن وبتعمل لي كذا، انا وانا بتكلم دلوقتي في ناس كتير الحل اتبنى في دماغها، انا هاخد رقمين والاوبريشن كسترينج واعمل اف ستيتمنت وخلاص خلصنا. تمام، هي بتبقى كده ليه؟ انت كنت تقريبا عديت بحاجه شبه كده قبل كده، فالموضوع اتبنى في دماغك، فهو نفس الموضوع البروبلم سولفنج، كل ما انت بتشوف حلول كتير وبتاخد افكار كتير، فانت بتبني حلول في دماغك تلقائيا او مجرد بس ما تقرا المساله. محمود اي محتاج تأكسبت الناس اللي موجودة في ال اوكي تمام. أنا بقالي سبسكريبشن بعتها لك على التليجرام ونسيت الفايل هنا. ايه؟ تمام، طيب نرجع تاني، احنا دلوقتي عرفنا هنفكر في المسألة ازاي ابروش المسألة وازاي افكر، ويا ريت اهم نصيحة حتة موضوع الجزء بجزء، ان انت تقرا الفيديو جزء بجزء، غالبا 90% من المسائل في البداية مش هتعرف تحلها لوحدك، تمام، ده شيء طبيعي تماما خالص، بس ان انت تحلها يعني ايه بكيز، تحاول تدي لنفسك هنتات 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 لحد ما توصل للمسألة، ده صدقني ده اللي بيطور من مستواك وبيخلي مستواك احسن. حتى في مقوله اصلا مشهوره في مجال البروبلم سولفنج اللي هو ايه، كوانتيتي اوفر كواليتي، يعني دايما بتلاقي اللي هما بيقولوا كده اللي هو مش بالحل الكتير، فاهم، هي بعدد المسائل اللي انت حلتها، قصدي بالكواليتي بتاعت المسائل اللي انت حلتها وازاي انت حلتها، فاهمين. بس طيب تاني حاجه عايز اتكلم عليها، انا ممكن احل معاكم مساله برضو ايه عشان بس اوري الناس كمثال اكزامبل، موضوع قبول الناس ده ممل قوي. تعالوا مثلا احل مساله قدامكم، مثلا احاول اجيب مساله انا ما حليتهاش، تمام، بحيث الموضوع يكون لايف كده اللي هو ازاي انا بفكر وكده، وبرضه نتناقش كده على طريقه الحل. فممكن نجيب او خلينا في كونتست دي اللي هي بتكون مسابقات اسبوعيه. بالمناسبه بنصح الناس يعني او اي حد عايز يقيس مستواه ان هو يخش الكونتست دي، بتكون مسابقه اسبوعيه معاك ساعه ونص، بتحل 4 مسائل وبيبنى الريت بتاعك وكده، فبصراحه الموضوع كويس وبيحاول يديك اللي هو ايدنتيفاي كده اللي هو انت فين وسط العالم دي، فاهم، فشيء جميل يعني. فتعالوا ناخد اول مساله تكون سهله. مبدئيا انا لما باجي احل بحاول دايما بحل بتايمر، يعني بفتح الموبايل جنبي بتايمر، بحل دايما بتايمر، ما تسيبش الموضوع اوبن، تمام، لان التايمر ده مهم. ويا ريت بقى لو انت جامد وعايز تتراك بقى الدنيا بتاعتك معاك اكسل شيت، كنت بعملها زمان يعني اكسل شيت والمساله وانا حلتها في قد ايه ومدى صعوبه المساله دي. تمام، اسلام عايز تقول حاجه؟ تمام، لك اكستنشن لقيتها بتبنت الناس اللي عايزه تخش في على التليجرام، اكستنشن اوكي، طب ثواني يا شباب، انا جربتهاش ما اعرفش حاجه عنها. طب ثواني، طب راحت فين؟
لا لا من جنوبي. مش عارف المفروض اشتغلت كده ولا ايه. طيب ماشي نكمل. فزي ما قلنا نحل بتايمر، تمام؟ طيب تعالوا مثلا لو هنقرا المسألة، أو أنا لو هقرا المسألة، أنا أول حاجة بقرا المسألة بالراحة. You are given zero indexed extension تقريبا ما مش شغال أصلا، تمام؟ فأنا بقرا المسألة بالراحة بتأني وتقرا كل كلمة، لأن صدقني لو أنت فوتت الكلمة وقريتها غلط أنت كده ضيعت المسألة خالص، ممكن تكون ضيعت الانترفيو كله، تمام؟ في حد عاوز يسأل يا محمود؟ اسأل يا باشا. اوكي باشمهندس، كنت عايز اسال عشان بس انا لسه داخله. تمام هو انا مثلا لو انا لسه هبتدي مثلا في البروبلم سولفينج، لسه هبتدي احل مسائل، ايه الموقع اللي هو ممكن ابدا بيه بحيث ان انا لما اجي تكون مثلا في طريقتها واضحه ومفهومه، وفي النص كده مثلا ما يجيليش احباط، احس ان الموضوع صعب لا ومش قادره اكمل مثلا. بصي، هو لو انت تيجي الحل، هو بصي هو بيكون في ليفلز، يعني هتلاقي ناس كتير بتنصحك كود فورسز وما الى ذلك. كود فورسز مثلا، لو هنتكلم على كود فورسز مش ليد كود، كود فورسز بيعتمد على ان هو بيحاول يبوش تفكيرك لاقصى مدى، اللي هو ان هو بيديك مساله وشرح كتير ووجع دماغ وماس بقى وحوارات كتير كده. فانا ما بنصحش اي حد بيه بصراحه، مع ان هو كل الناس بدات بيه، بس لو انت حد مثلا فعلا عايز ما تحبطش كده، انا بنصحك بليد كود. ليد كود اهو زي ما انت شايفه نص المساله 3 سطور، بيقول لك دايركت اعمل لي 1 2 3. وعلى فكره في الانترفيوز بيقول لك كده، يعني مثلا هو بيجيب لك 1 2 3، ممكن حتى بيكون مراب البروبلم بقصه بسيطه كده، بس هو هتلاقيها فعلا سيمبل. لكن لو جينا كود فورسز هتلاقي ممكن صفحتين قرايه بس عشان تفهم هو عايز ايه، في الاخر ممكن عايزك تجمع رقمين مثلا، تمام؟ فانا لا، لو عايزه فعلا ما تحبطيش وكده، ابداي بليد كود، ابداي بالايزي بروبلمز، هتلاقي الموضوع سهل، تمام؟ طيب انا مثلا we have معايا مثلا معايا string similar، بيقول لك ايه two strings are similar if consists of some characters. بيقول لك ان في مصطلح اسمه similar if they consists of same character، لو هم عندهم نفس الكاركترز. طيب اقول لك for example معاك a b c a، تمام، ومعاك سي بي اي. لو انت لاحظت هنا بيقول لك ذا سيميلر وانس بوث كونسيست اوف كاركترز، بيقول لك ان التو سترينجز دول فيهم اي وبي وسي، نو ماتر عدد التكرارات بتاعتهم، نو ماتر اي حاجه، تمام؟ فهو بيقول لك تمام طالما السترينجز دول كده ايه سيميلر. هنا بيقول لك مثلا السترينجز دول مش سيميلر لان طبعا في حروف مش موجوده هنا، موجوده هنا ومش موجوده هنا، اللي هي الاف مثلا موجوده في السترينج الثاني ومش موجوده في الاولاني. طيب بيقول لك ايه المطلوب بقى؟ بيقول لك المطلوب ريتيرن ذا نمبر اوف بيرز اي ان جي، تمام، في السترينج اي ان جي، which is ان هما السترينجز دول اندكسز عندك في الليسته، تمام، ويكونوا سيميلر. يعني لو انا عايزك والله تقول لي عدد البيرز في السترينج ده انه يكونوا سيميلر. طيب قلنا ايه السيميلرز؟ اللي هما فيهم نفس الحروف هنا، نفس الحروف هنا، بس بغض النظر عن التكرارات، تمام. فاحنا هنا هو هتلاقي مثلا عامل لك اكسبلينيشن، تقرا الاكسبلينيشن بتأني، ولو انت ما فهمتش تحاول تتراك الموضوع بايدك بالقلم. فالموضوع اعتقد ان هو واضح. فهنا بيقول لك اكسبلينيشن معناه تو بيرز، بيقول لك البير الاي لما كانت الاي بزيرو والجي بواحد، اللي هو السترنج ده والسترنج ده الاثنين فيهم اي وبي، تمام، وهكذا. تقعد تعد عدد البيرز وتعمل له ريتيرن. مساله سهله. طيب احنا قلنا هنفكر في المساله ازاي. ابص على، انا فهمت المساله، هابروش المساله، بس هبص على الكونسترينز. انا دلوقتي هروح ابص على الكونسترينز. انا معايا اسمه ده لحد 100، تمام، ومعايا عدد اللينس بتاع الكلمه نفسه 100، تمام. يبقى انا دلوقتي احط في دماغي ان الليست 100 واللينس بتاعها 100، تمام. بيقول لك بتكونستريف انجلش ليترز، مش عارف، تعال نعمل ريسيت. اوكي تمام، حاول احل بايثون. طيب احنا لو نحل المساله، طيب تعال نفكر في المساله انا هحلها ازاي. والله انا بقول طيب هل انا عدد التكرارات فرق معايا؟ لا. طيب معناها كده ان انا عايز السترنج بدون عدد التكرارات، يعني السترنج ده انا عايز احوله لاي وبي وده عايز احوله لاي وبي. طب هم هل هم بيساووا بعض؟ بيساووا بعض، فبزود الانسر بواحد، تمام. فانا كده معايا انسر، يعني ده اللي هستور فيه الاليمنت بتاعي، واعمل فور لوب.
تمام، او الفور لوب اللي هي بتشيل، يعني انا هعمل ايه، هعمل فور لوب بتمسك بتقف عند السترنج ده وتتشيك اللي بعده، يعني تقف عند السترنج ده وتشيك، وطبعا هشيل الدوبليكتس اثناء العمليه، تمام، هتشيك ده مع ده، هما بيساوي بعض، اه زود الانسر وهكذا. بعد كده الفور لوب الاولانيه تيجي تقف هنا وتروح على اللي بعده، وتيجي تقف هنا وتروح على اللي بعده وهكذا، تمام، تو فور لوبز عاديه جوه بعض. فانا هقول له والله الاي ان رينج مثلا، اقول له لينس اوف، خلينا بس نغير كلمه ووردز دي ل دبليو، تمام، اوف دبليو، تمام كده انا معايا اول لوب، تمام. ممكن نعمل تاني لوب ان رينج مثلا جي بلس 1، لان عشان ابدا من الاندكس، من بعد الاندكس اللي بعدي اللي انا واقف عنده حاليا، تمام. لو حد مش فاهم ممكن يقول لي واشرحها تاني، تمام. طيب انا كده دلوقتي معايا التو فور لوبس، عايز اتشيك هل لما انا اشيل الدوبليكتس بتاعه السترينجز، او هل طريقه المقارنه في البايثون، وهنا طبعا عادي ممكن تستخدمها لو انت في انترفيو كده وهو ما طلبش ان انت تستخدم سبيشال كيس، ممكن تستخدم حاجه اسمها ست. الست دي مجرد انها بتشيل بتسورت السترينج وبتشيل الدوبليكتس منه، تمام. يعني اول سترينج ده هيكون A و B، والسترينج ده هيكون A و B، ده هيكون A B C D زي ما هو وهكذا، تمام. فاقول والله if string of w of i بيساوي ساوي set of w of j، بس ومن غير if انا ممكن اعمل answer plus equal الكلام ده، لان دي بترجع بوليان، فلو واحد هات plus 1، لو هي 0 بترجع كذا، وفي الاخر هترمي الانسر. لو احنا مثلا جينا نرن كود بيقول لك ايرور، بيقول لك j for i range j، اوكي تمام، عاملين بس كود زياده كده، تمام. ران تايم ايرور كمان، او حلو الران تايم ايرور ان انت تحاول تتراك ايه المشكله، تمام. يعني المشكله انا كنت عامل جي بلس 1، تمام. ران تايم ايرور كمان بيقول لك ايه بقى، دبليو از نوت ديفايند، تمام جت 2 بيساوي 2، تمام. طيب انا دلوقتي حليت المساله بالطريقه النيتف، تعالوا بقى نحسب التايم كومبلكسيتي. ثواني يا شباب. طيب تعال نحسب التايم كومبلكسيتي. لو احنا حسبنا التايم كومبلكسيتي، انا بمشي دلوقتي على اللينس بتاع الدبليو، اللينس بتاع الاري كلها. طب اللينس بتاع الاري بيساوي كام؟ 100. فدي انا همشي همشي 100 مره، تمام. طيب الليسته دي هتمشي من اول الواحد لحد اللينس. لو انا في البدايه انا كده كده همشي على الليسته كلها، يعني انا همشي على الليسته اول مره وهمشي على الليسته تاني مره. فالتو فور لوبز جوه بعض دايما بنسميهم حاجه اسمها ان سكوير. فكده معناها ان الريزلت، يعني انا ممكن نكتب المحصله هنا في بتاعه التايم، همشي 100 و100، فانا كده همشي كام؟ لو احنا ضربنا في 100 اربع اصفار، تمام، همشي 10,000، تمام. كده احنا في كام؟ 10 اس 4. هل احنا عدينا 10 اس 6؟ لا، السوليوشن بتاعنا صح، تمام. طيب الست بتقول بتمشي كام؟ يعني الست اصلا عباره عن انها بتعمل بوش جوه الليست، يعني بتاخد الليسته او البتاع وبتعملها بوش. وهنا برضو انت لازم تفهم داتا ستراكشر، ان الست مبنيه على 3 داتا ستراكشر، واللي هي بتعمل كل اوبريشن بيحصل فيها بيحصل في لوج ان، تمام. انها عشان تمسك كل عنصر وتحطه بترنه في لوج ان، تمام. معناها ان هنا هيرن لوج ان وهنا هيرن لوج ان، طالما هم مش جوه بعض فهنا هترن لوج ان واحده بس، تمام. فمعناها ان انا هرن الكلام ده مضروب في لوج مين؟ قال لك الوورد اللينس بتاع الكلمه بيساوي كام؟ 100، لان انا بعمل ست على اللينس بتاع الكلمه او على الكلمه اللي جوه الاري نفسها، تمام. طيب حد عنده فكره ازاي اوبتمايز السولوشن ده؟ يعني احنا حلينا المساله خلاص، المساله جت، عايزين بقى نوبتمايز، نحاول نطلع الاوبتيمال سولوشن بتاعها. محدش عنده فكره؟ طيب بص يا سيدي، لو حد لاحظ هنا، احنا ممكن اول اوبتمايز نعمل اوبتمايز بسيط جدا. لو حد لاحظ حاجه اسمها لين اوف دبليو، دي بتجيب السايز زي في اي لغه، مثلا لو جافا سكريبت مثلا دوت لينث مثلا، دي فانكشن، تمام، بترن. معناها ان انا برن الفانكشن دي 100 مره هنا، برنها 100 مره هنا، معناها ان انا برن فانكشن اللينث في الحل بتاعي 10,000 مره. طب هل ده صح؟ الاجابه لا. انا ممكن اعمل كده، يعني انا ممكن اعمل ان تساوي لينث اوف الدبليو، واقوم مبدل اللينث اوف دبليو بالان. كده انا عملت اوبتمايز،
ان انا خليت حاجه متكرره معايا ترن مره واحده بس، تمام؟ ده اوبتمايز. طيب حد تاني هيقول، طب مثلا ان الست بتاعت الدبليو اوف اي انت قلت هي لوج ان، صح؟ تمام. اقول له اه، ليه انا برنها كل مره هنا؟ طب ما انا ممكن اعمل حاجه اسمها ست الاي بتساوي ست اوف اي، واقوم ماسك الفاريبل ده مبدله بدي كده. هل السوليوشن بتاعت اثر؟ الاجابه لا، تمام، لان انا كل اللي عملته الاي اصلا بتيجي من فوق من الفور لوب الاولانيه، وهي هي نفس الاي مع كل دوره بتلفها الجي، تمام. فليه ميك سنس ان انا اصلا ميك سنس ان انا اصلا اخلي الفاريبل بره، تمام. في حد هيسالني هيقول طيب احنا ممكن نعمل سوليوشن ايه تاني احسن؟ والله في سوليوشن احسن، ان انت مثلا انت دلوقتي معاك الست، زي ما قلنا الست بترن في حاجه اسمها لوج ان، تمام. طيب دي ممكن نحلها ازاي؟ دي ممكن نحلها بماب، يعني احنا مثلا ممكن نماب الموضوع ده، بس السوليوشن ده تقريبا مش هيجيب حل احسن. ليه؟ لان الماب اصلا انت محتاج تلف على السترنج كله اللي هو 100، ف ستيل ذا سيم. لان انت مثلا لو انت عملت الماب، او لو انا مثلا جيت عملت فانكشن برضو نعمل السوليوشن ده ديفينيشن، مثلا نقول له جيت ماب مثلا اي حاجه، تاخد الاس which is string وبترتر مثلا دكت، ديكت ده اللي هو ماب او ديكشن لو حد مش عارف بايثون، تمام. طيب كل اللي هي بتعمله ان هي بتقول له ان فور انها بتلف على الحرف مثلا في الاس، تمام، وبتقول له والله اف ان الاس دوت جيت اللي هو كانه بتعرف مثلا دي ده الماب بتاعتي، بقول له والله اف الدي دوت جيت مثلا جيت السي ده اور نون، بقول له والله هل الاس دي موجوده في الديكت؟ لو هي موجوده مش هعمل حاجه، طب لو هي مش موجوده فبقلبها النوت، لو هي مش موجوده، طب لو هي مش موجوده والله احط لي سي بيساوي واحد، تمام، وبعمل ريتيرن للدي كده. انا عملت فانكشن كل اللي هي بتعمله بتحسب بتطلع لي ديكشنري بعدد التكرارات. يعني مثلا انا ممكن اعمل كده برضو عشان ايه، نقول مثلا جيت جيت ماب، جيت ماب مين؟ ال W of I مثلا، تمام. هنجيت الماب بال W of I، لو دوسنا run run time error، جميل، بيقول لك int is not a trouble، تمام. جيت ماب return دي جيت، هو فين بقى المشكلة؟ بيقول لك الست of I بتساوي ست of I، تمام. بيقول لك ان هو لا انا محتاج W of I، تمام، فينيشت. اهو ده كان قصدي، لو اول سترينج بيقول لك ان الاي اتكررت، البي اتكررت، الاي اتكررت، البي اتكررت، انا مطالب ان انا اعرف تكرار حاجه واحده بس، نفس وظيفه الست، تمام. فممكن اخد ان الفانكشن بتاعتي دي، يعني مثلا لو شيلنا ده خالص، وهنا بدل ما اقول له الست اقول له جيت ماب، وهنا بدل ما اقول له الست اقول له جيت ماب، كده عملت اقل. وفي نفس الوقت هي بص هو نفس التايم يعتبر، بس اقل في الداتا ستراكشر. الست كوست قوي في الداتا ستراكشر بتاعتها لانها بتتكلم على تري، لكن الماب زيها زي ليست مثلا، تمام. وهن ريتيرن الانسر بتاعنا وخلاص، والريتيرن اصلا كده كده الانسر اكسبكتد، انسر باتنين، تمام. فحل المساله ان انت تبدا بالابروش السهل الواضح، تمام، في نفس الوقت تقرا الكونسترين، لان الكونسترين هي اللي بتحدد ايه السولوشن اللي انت هتمشي بيه، تمام. هتحدد ايه السولوشن اللي انت هتمشي بيه، تمام. بس يعني اتمنى هي دي طريقه الحل اللي انا مثلا سايب احل بيها. بقرا المساله بالراحه، اتاكد الفهم، اقرا الاكسبلينيشن، اترك الاكسبلينيشن في ورقه، ابص على الكونسترين عشان اقدر احدد انا همشي ازاي، همشي تو فور لوبز او على حسب السولوشن بتاعي. وده طبعا لازم يكون عندك نوليدج بكل الداتا ستراكشر اللي موجوده اللي انت بتستخدمها، بلس لازم تكون عندك نوليدج بال ان انت تحسب التايم كومبلكسيتي بتاع الحاجه، ان انت تحاول تتراك التايم كومبلكسيتي وتكتب الخطوات بتاعتك، تمام. بعد ما بتخلص بتحاول تشوف الاوبتيمم سولوشن. يعني احنا مثلا في حالتنا لان ان اللين بتتكرر معايا في كل لفه، معلش يا شباب الموضوع، تلاقي اللين اوف الاي بتتكرر معايا كل لفه، فانا عملت ايه؟ والله حطيتها بره. لقيت مثلا ان الست دي بحطها كل مره جوه الفور لوب، بحسبها كل مره، لا طب ليه؟ طب طلعتها بره وبقيت اخدها مره واحده بس جوه اللوب، تمام.
حاجات بسيطة جدا محتاجة بس تركيز، هتجيب المسألة وتجيبها بأوبتيموم سولوشن. بالعكس في الانترفيو هتكون أصلا أنت كده أنت ماسك واثق من نفسك في الانترفيو، تمام؟ بس أعتقد كده نهاية الموضوع. لو حد عنده أسئلة ممكن نجاوب عليها. بالنسبة للناس اللي دخلت مؤخر، هو غالبا السيشن هتكون مسجلة، ممكن نرفعها على اليوتيوب أو أي حاجة. فلو حد عنده أسئلة تمام، مفيش. ف nice to meet you. أقول الإسلام. بعد إذن حضرتك عند هسه ممكن لينكات لو جروب على التليجرام يوتيوب، بحيث ان احنا نبقى قادرين نتواصل مع حضرتك. هو في جروب على التليجرام اللي هو بنعمل سيشن، هو معمول للجانجو اكتر، بس ممكن نخليه يعني ان جنرال نتكلم فيه حاجات عموما يعني في لينك تليجرام لو انت قريت على البوست او انت كنت في البوست كده، في لينك تليجرام. شكرا هندسة. ماشي، في أسئلة تانية ولا؟ تمام، حلو الصمت ده. احنا كنا عايزين نعمل موك انترفيو مع حد كده، بحيث ان هو ايه، في هندسة في ناس رفع ايديها كتير شوية. اقول مثلا انا مش شايف يحيى مثلا. طيب السلام عليكم، ازيك يا هندسة؟ الحمد لله بخير. اولا حابب اشكرك، يعني غير اللي على السيشن، ان الكلام واقعي، حاسه مش نوع ايديال او كده، ف دي نقطه بصراحه شايفها كويسه جدا يعني، فربنا يبارك لك يعني. طيب انا عندي ثلاث اسئله يعني سريعين كده. اول حاجه، ايه راي حضرتك في موضوع هاكر رانك غير الكود؟ تاني سؤال، في مدارس لحل المسائل، في مدرسه مثلا بتقول اقعد على المساله مهما خدت وقت، في مدرسه ثانيه بتقول مثلا لا انت يعني اقصى حاجه مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع، وبعد كده تكون يعني حاول توصل للفكره الرئيسيه، وبعد كده ممكن تشوف فيديو او كده. السؤال الاخير، واسف على التطويل يعني، امتى اعرف ان انا تمام؟ يعني امتى اعرف ان انا وصل لمرحله كويسه في البروبلم سولفنج؟ لان هو بحر يعني وحاجات كثيره جدا، فامتى اعرف ان انا لا وصل لمستوى معقول؟ بس وتسلم على السيشن يعني. تمام. بص، بالنسبه للهاكر رانك، هاكر رانك من النوع اللي هو طريقته قديمه شويه يعني. بصراحه اللي انا شايفه ان طريقته قديمه، والموضوع مش إن اللي هو ايه، مش ابداعي يعني. هو مثلا بيجيب لك مساله اللي هو ستريت فورورد، مثلا اسمه ايه ده، مثلا باينري سيرش، ويقول لك حل. ما هو في الانترفيو عمره ما هيجيب لك مساله يقول لك اعمل لي امبلمنت مثلا لينكد ليست ولا باينري سيرش، مش هيقول لك كده اطلاقا. بالعكس، ده بيجيب لك مساله مبطنه، جزء من حلها ان انت تستخدم الالجوريزم ده، تمام؟ فانا بصراحه رايي ان هاكر رانك بيزك جدا، والموضوع فعلا نوت وورث ات يعني، مش مستاهل ان انت تضيع فيه وقت. انا شايف ان الليت كود احسن بكتير، وبيديك افكار، وافكار متجدده، تمام؟ حتى هو في المسائل نفسها بتتجدد اصلا يعني. ممكن تحل المساله تيجي تلاقي الديسكربشن بتاعها اتغير، ليه؟ حطوا فيها حاجه جديده مثلا، خلت المساله تشالنجينج اكتر. وغير كده الليت كود قريب لارض الواقع، لان غالبا اللي بتحط المسائل دي بتكون ناس زي وزيك حضروا انترفيوز، وهم اللي حاطين المسائل دي. فده رأيي بالنسبة لليد كودو أو هاكر رانك. تاني حاجة، بالنسبة للمدارس اللي بتقول حل أكتر وتقعد على المسألة وكده، بصراحة أنا ما بمشيش بالطريقة دي، لأنك أنت، أنا زي ما قلت، أنا مش عارف أنت حضرت السيشن ولا لأ، من الأول المسائل عبارة عن نوليدج، أنت بتجين نوليدج، بتجين تكنيكس، بتجين حاجات كتير. فمعلش يعني، أنت لو هتقعد على مسألة، المسألة بتديك فكرة معينة، تمام؟ لو أنت تقعد على مسألة مثلا طول اليوم أو يومين ثلاثة، أولا أنت بتحرق ستريس، أنت بتحرق وقت كتير، مفيش بروجريس، فالموضوع نفسيا أصلا بيكون سيء. لان في مسائل انت ممكن تقعد عليها يومين وصدقني مش هتحلها، تمام؟ لانها بيوند الليفل بتاعك، تمام؟ فدي حاجه سيئه، تمام؟ فلا، انا بحل حاجات بسيطه صغيره، وابدا اخد نوليدج من كل مساله انا بحلها، تمام؟ فده بيجي معاك بسرعه، على عكس ان انت تقعد على المساله عاكف على المساله ما بتقومش عليها. لا، صدقني الموضوع سيء. فده رايي يعني. تالت سؤال، عشان مش فاكر كان ايه. امتى اعرف ان انا تمام؟ امتى اعرف ان انا تمام؟ بص، امتى تعرف ان انت تمام؟ دي يعني انا نفس عايز اقول لك حاجه. انا مثلا انا بحل مساله دايما 90% من اي مساله، سي لو كانت ايزي، تمام، ببقى مش ضامن ان انا هحلها، تمام؟ يعني عايز اقول لك، المساله مثلا احنا حليناها دلوقتي كده، انا ببص على الحل، انا اتفاجئت ان انا حليتها قبل كده اصلا، عباره الديسكربشن مش عارف ايه ده، تمام؟ وحليتها، لان انا داخل اللي هو ايه، انا مش واثق، بس اللي هو يلا بسم الله.
فاهم؟ فاللي هو ان انت بقى فاكر ان اي حد مثلا بيحل وهو داخل هو واثق 100%، بالعكس لا، هو ما بيبقاش واثق ان هو يحل المسألة خالص، هو بيحاول يدور ويفكر في المسألة. طب انت تعرف ان ممكن انا اجاوب على السؤال ده محمود بعد اذنك؟ دوس لا مش هقطعك يعني. دوس يا عم. ماشي. بالنسبه لسؤال امتى اعرف ان انا تمام، هو زي ما محمود قال في الاول وديت القاعده الاساسيه، وده ده ده السبب السبب المهم من وراء ان انت بتحل بروبلم سولفنج في الاساس، ان انت تكتسب المايند سيت بتاع البروبلم سولفنج. انت از سوفت وير انجينير زي ما كلنا بنقول، زي ما محمود قال، زي ما كل الناس اللي قبل محمود واللي بعدنا هيجوا يقولوا، سوفت وير انجينير معناه ايه؟ انت راجل بروبلم سولفر، انت راجل موجود في مكان كل اللي بتعمله ان انت بتحاول تكريت سوفت وير بيحل مشاكل اوريدي موجوده. طيب المشاكل ديت لو الناس كانت عارفه حلولها ما كانتش هتلجأ لك انت كسوفت وير انجينير اصلا. فبالتالي انت السبب ان انت بتتعلم الجوريزمز الجوريثماتيك ثينكينج والحاجات اللي زي كده مثلا والكومبيتيتيف بروجرامينج والكلام ده كله، انت بتحل عشان خاطر تكتسب مايند سيت، تبقى انت عندك زي ما قلت لك الجوريزمك ثينكينج، يعني انت عارف انت بتفكر ازاي، انت بقى عندك واي غير اي حد. ما انت لو رحت قلت لاي بني ادم في الدنيا انا والله عندي بروبلم بتقول 1 2 3 4 كل الناس هتفكر ازاي تحلها، ان كلنا بشر ربنا خلق لنا عقل. لكن الفرق بينك وبين كل الناس ان انت هتفكر بطريقه الطريقه معروفه ونغير عن ان هي معروفه، الطريقه ان انت هتمشي على ستيبس، الستيبس ديت محسوبه هتوصل لحاجه في الاوبتيمم. الناس كلها بتكتب كود، في فرق بين واحد بيكتب كود مجرد ان هو خلاص حل المساله، وفي واحد بيكتب كود ما اخدش ريسورسز كتيره او في الكود بتاعه، الكود بتاعه ما متنظم بطريقه كويسه، الكود بتاعه ماشي بخطوات معينه بحيث ان اي حد هيجي بعد كده يضيف على الحاجه دي او يقراها او يجي يستخدم الحل اللي موجود ده يبقى عارف هو هيمشي ازاي. فهي دي سيت المايند سيت اللي المفروض انت تكتسبها. انت تعرف كده لما تبص تلاقي نفسك الجزء بتاع البروبلم سولفنج ده انعكس على حياتك الشخصيه بشكل عام، اللي هو انا والله انا على سبيل المثال هنزل النهاردة الصبح مثلا قدامي ساعة، الساعة ديت لازم أنا أروح أفطر فيها، وبعد ما أفطر فيها أروح الشغل، وقبل ما أروح الشغل عايز أعدي أودي مثلا لبس المكوى. فكل الناس هتنزل يقول لك لا ده أنا هاخد الأقرب مش عارف إيه. أنت كراجل سوفت وير إنجينير ممكن تفكر لها بطريقة تانية، يعني أنت لو راجل بقى خلاص متمكن البروبلم سولفنج متمكن منك وخلاص بقى واي أنت عايشه، هتقول لك لا ما انا ممكن انزل اودي المكوى الاول وبعد كده اكون طلبت السندوتشات على ما تتحضر، رحت وديت المكوى وجيت خدت السندوتشات ركبت المواصلات واكلتها في المواصلات. مش كل الناس هتفكر بنفس الواي ده. فهي ده الفرق، الفكره انت تعرف انك تمام لما تبص تلاقي نفسك بتبص للحياه عموما، مش للشغل بس او مش للمسائل بس، بتبص للحياه عموما بستبس بكلها بالجوريزمز. انت ماشي حاسب الجوريزم كل حاجه، كل خطوه في حياتك بدات تاخدها كده. هنا نقدر نقول ان انت خلاص بقيت تمام، ان انت كده بقيت بتفكر بقى عندك اللي هو الالجوريثماتيك ثينكينج، اللي هو انت بقيت بتفكر بكل حاجه بالطريقه اللي المفروض از ا سوفت وير انجينير تفكر فيها. انما هو الموضوع مش في حل مسائل بس، انت هتفضل هتيجي بعد 100 سنه اكسبيرينس بتحل مسائل، هتعدي مساله هتقف وهتعقدك وهتبص تلاقي الدنيا معاك تمام. فهي المساله مش مقياس خالص ان انت تشوف ان انت بقيت تمام ولا لا، لا انت المقياس بالنسبه لك ان انت تكتسب المايند سيت بتاعت البروبلم سولفنج دي. ومعلش لو طولت عليكم، اتفضل يا محمود. تمام، اتمنى يكون سيد جاب على الاجابه. مين معانا؟ احمد، محمد، محمود، شاهين، ماشي الخطوه بالترتيب. ماشي محمد عياد لو عايز. تمام ده سوا. انا كان سؤالي بس بالنسبه للموضوع برضه ايه حوالين بروبلم سولفنج، يعني إيه في نقاش في لينكد ان ان هل البروبلم سولفنج حاجه كويسه في الانترفيو او مقياس ولا لا. وفي كان حد منزل كده تقريبا، تعرف اسمه اسلام، تقريبا منزل زي لستة شركات كتيره كده ما بتعملش بروبلم سولفنج انترفيو في الانترفيو بتاعها. وبرضه الموضوع مش بيرفلكت قوي في الشغل. يعني حتى البروبلم سولفنج والالجوريزمز والداتا ستراكشر، يعني انا مثلا انا شغال ويب ديفلوبر في شركه بمرتب كويس ريموت، والانترفيو ما كانش فيه مثلا في بروبلم سولفنج خالص، يعني كانوا عايزين شويه حاجات بس جيت وجيت هاب وداتا بيز و او او بي وكده. فانا بقى سؤالي،
هل انا ممكن مثلا احدد هدف ان انا خلاص هشتغل في الشركات اللي مش عايزه بروبلم سولفنج دي واشتغل بيها بالفعل وابقى كده عادي، ولا هبقى انا كده بقى سوفت وير انجينير وحش ولا ايه؟ لانه برضو الموضوع يعني بحس ان هو ايه بيديبند شويه، مش عشان بروبلم، مش عشان سوفت وير انجينير فلازم ابقى بروبلم سولفر. هو الموضوع مش بيرفلكت هو في الحياه العمليه، يعني غالبا المسائل اللي انا بحلها دي مش هقابلها، او ممكن ما اقابلش شبهها، ما اعرفش الصراحه. بص طيب، اعتقد حتى سيد جاوب اصلا الاجابه بتاعتك بس بشكل غير مباشر. هو بيقول لك احنا بنبني مايند سيت في الحياه، هو مش بيبني ان انت الحاجات دي هتقابلها قبل كده. مثلا اللي احنا بالظبط، كاونت انت بيرز اوف سيميلرز. عمرك ما انت في الشغل هتبص تلاقي حد جاي بيقول لك مثلا احسب لي عدد دقات الساعه لما يكون في قطر معدي بسرعه مش عارف ايه، انت ما فيش حد هيجي يقول لك كده. اصلا المسائل دي معموله عشان تحط عندك تديك وعي زي ما بيقولوا كده، ان انت تفكر بطريقه انت بالظبط كده. زي على سبيل المثال انا لما باجي اديك جدول الضرب اقول لك احفظ لي جدول الضرب ده، تمام؟ انت عمرك لما كبرت ودخلت كليه ومش عارف ايه لقيت حد بيجي يقول لك خد تعالى احسب لي مثلا 7 في 12 بكام، او اقعد بقى احسبها ومش عارف ايه. لكن انت هتبص تلاقيها خلاص انت في حاجات دخلت في طريقه حل بقى بيقعد يقول لك ماشي احسب لي عدد مش عارف الناس اللي دخلوا المكان من الساعه كذا للساعه كذا، والناس اللي دخلت دي معاها مش عارف ايه. فانت هتبص تلاقي نفسك بتفكر ان انا لا احسب لي العدد دي وانا هضرب الناس في مثلا في الزمن في مش عارف ايه. الفكرة كلها ان انت هي دي طريقة تمرين ان انت تفكر صح. هي مش احنا مش قاعدين في الشركات بمسائل، لا احنا بنحل مشاكل كبيرة، بس دي طريقة تفكير ان انت ازاي تفكر في المشكلة، تمام؟ ثانيا بالنسبة لموضوع الانترفيوز وكده، معلش محمود اللي طالع، يعني في شركات كتيرة قوي، تمام؟ ما مش شرط ان هي تعمل لك بروبلم سولفنج انترفيو، مش شرط خالص. هو بالنسبه له انا هقدر هاخدك هبنيك هبني عليك المايند، يعني هخليك او في ناس يا في حد بيفكر لك في البروبلمز بتاعتك البروبلمز دي وبيديك انت الحل انت امبلمنته، تمام؟ ده بيحصل في شركات كبيره، وانت بتخش تلاقي تيك ليدز وبتبص تلاقي تيك ليدز وبتبص تلاقي في ناس اركتكتس وفي ناس سوفت اللي هم ديزاينرز سوفت وير ديزاينرز. كل اللي بيعمله ان هو بيجي يقول لك بيقسم لك الدنيا، وعلى ما توصل لك بتوصل لك تاسك انت بتحلها، بالتاسك بتاخدها سواء هتعمل اي بي اي او هتكريت مثلا ويب بيج، ولا هتكريت مثلا سكرين في موبايل ابلكيشن. ده في شركات كتيره كده، وفي ناس بتقول لك لا انا عايز كل واحد معايا يفكر، كل واحد موجود معايا يفكر. في شركات كتيره قوي في مصر كبيره ما بيديكش بروبلم سولفنج، بيسالك اسئله بيزكس جدا. وفي شركات انا شغال فيها وممكن الشركه مثلا محمود اضرب بتاعه هو بيقول لك انا مش محتاج منك ان انت تكون اساسا تكنيكالتي كويس، انا يهمني الاتيتيود بتاعك لان اي حاجه انا اقدر اعلمها لك. فهو الفكره كلها مش ان ايه اللي بيشغل واللي ما بيشغلش الحاجه دي هتخليني اشتغل في مكان كويس ولا لا، ما في شركات كويسه بتشغلني من غير، لا انت بص لنفسك انت. ما كل زي ما قلت لك الناس كلها بتكتب كود، كل الناس بتعرف تكتب كود، لكن هو الفكره في ايه؟ ان انت تفكر ازاي الكود بتاعك يبقى احسن حاجه، بيحل المشكله في اسرع وقت، ما بيستهلكش ريسورسز كتيره، بيحل المشكله باحسن سوليوشن، مش عمال يلف حوالين بعضه علشان يحل المشكله دي، فهمت؟ فهي هي كده. تمام، فالموضوع حياتيا اكتر يعني. طيب عبد العزيز، معلش هو رفع ايده بقاله فتره. عادي هندسة مفيش مشكلة خالص. وأنا عندي كام سؤال، يعني أول سؤال عايز أعرف أدي للبروبلم سولفينج وقت قد إيه من يومي أو من وقتي عموما، لو أنا شخص بحاول أطور نفسي في مثلا في مجال معين زي الباك إند، أو أنا بذاكر حاجة زي الجانجو مثلا أو أي تكنولوجيا أيا كانت، أدي للبروبلم سولفينج وقت قد إيه، وعشان يعني ما خلوش ياخد وقت أكبر من وقتي وضيع على نفسي الوقت اللي انا بذاكر فيه مثلا تكنولوجي تاني. طيب بص، هو الموضوع يعتمد انت طالب ولا خريج. انا خريج. حلو، طيب طالما خريج انت معناه ان انت ما ينفعش تدي وقت كبير للبروبلم سولفينج، ده رايي. تمام، انت خليه حاجه بسيطه بس بشكل مستمر، بمعنى انت مثلا في ليت كود كده اللي هو ايه، في حاجه اسمها ديلي تشالنج. ديلي تشالنج مجرد بس بيديك مساله في اليوم كده تفكر فيها، كل يوم بيديك مساله جديده مثلا،
تمام. فانت ممكن تحل مساله كل يوم، تقعد ساعه مثلا كوبايه شاي كده تحاول تحل المساله وهكذا بشكل مستمر، ده هيفرق معاك. لكن انت تدي له وقت وانا زي ما قلت هو الموضوع زي كانه جيم، فاهم؟ فانت استحاله انت لو رحت قعدت 12 ساعه في جيم طول اليوم مش هتبني جسمك، مش هيبني عضلات مثلا. ليه؟ الموضوع محتاج تدرج واستمراريه بس. فانت هتعمل الموضوع ده عشان ما تضيعش وقت، والموضوع بيستهلك وقت كبير. تمام، الموضوع بيستهلك وقت لو انت اتعمقت فيه. وبرضه لو انت حبيت الموضوع، في انا مثلا كنت بحب الموضوع كنت بحرق فيه وقت ممكن بالعشر ساعات بحل بس، بس بعد كده اللي هو ويت لا انا يعني كده بضيع نفسي، فاهم؟ فلا انت حل بشكل مستمر وحاجات بسيطة، ده رأيي يعني. طب التكنيكس مثلا اللي بنحل بيها البروبلمز بشكل عام، ازاي ان انا اتعلمها او ازاي اعرفها اصلا؟ يعني اعرف مثلا العناوين بتاعتها عشان اعرف اسرش عليها او اتفرج لها على فيديوهات او بلاي ليست او كده. التكنيكس انت قصدك يعني مثلا اللي هو اللي هو مثلا زي حاجة يعني مثلا مثلا زي الدي بي والحاجات دي. اوكي. بص، هو الحاجات دي انت سهل ان انت تسيرش عنها، تمام؟ يعني انت مثلا انت لو انت بتخش على اليد كود مثلا بتقرا في حاجه اسمها تاجز او توبكس، هتلاقي مثلا توبك مثلا بيقول مثلا ديفايد اند كونكر، تمام؟ فانت لو ايه ديفايد اند كونكر، فبتخش بتسرش فبتجين نولج. هو الموضوع مش مجرد لو ايه يعني لو ايه مذاكره، لا انت كل ليفل بتاعك هتلاقي نفسك بتتعرض لوحدك كده لنوع دومين من المسائل المعينه، تمام؟ مش كده بنصح ليد كود، لان ليد كود بيديك دومين مسائل مش ادفانسد. يعني مثلا لو هيديك مساله دي بي مثلا، الدي بي دي ما بياخدهاش غير مثال غير الناس الكومبيتيتف بروجرامرز اصلا، يعني الناس اللي مقدمه على امازون هو ما عندوش اي سكيل الا ان هو بيعرف يحل. فمعلش يعني هو مش هيساله اسئله عاديه اللي هو بيسالها لاي شخص، لان هو عارف هو الشخص ده ما يعرفش غير كده. فهيساله مثلا دي بي، هيساله مثلا دي بي وبروبابيلتي وحاجات زي كده، موضوع ادفانسد جدا. لكن لو انت شخص عادي لا هيسالك مثلا داتا ستراكشر عاديه، موضوع محتاج شويه تفكير مش اكتر، مش هيسالك حاجات صعبه يعني. فان انت تعرف المسائل انت عادي، في ليد كود اللي هي البلانز الشهريه هو بيحدد لك ايه المناسب ليك وبتحل على اساسه. يعني لو الجوريزم هتلاقيه مثلا بيبدا معاك بالاري مثلا، شويه تريكس على الاريز، طب شويه يبدا معاك بقى بالستاك والكيو، بعد كده شويه تلاقيه داخل على التري، فاهم؟ وشويه شويه هتلاقيه دخل بقى ان انت بقى ازاي تعمل دي اف اس بي اف اس واوبريشنز معقده على التري وهكذا. فانت تمشي معاه هو بيحدد لك اللي انت عايزه. تمام تمام مش طب لو انا شخص مثلا مش يعني مش بخش في الكونتست او بحاول احل مسائل مع نفسي وكده، يعني ازاي اختار نوع المسائل بحيث ان انا يعني امشي في التدرج الصح، ان انا بتقدم ما بقاش بحل نفس مثلا الليفل من المسائل او كده يعني. اوكي تمام. بص، ممكن خليني بس اعرف شير اوريك حاجه. اتفضل. اوكي، هو عمل شير ولا ما عملش ولا ايه؟ اوكي ثواني. اوكي بص يا سيدي، لو احنا مثلا تعالى نتكلم مثلا على اليد كود، انت عايز تختار مثال ليت كود تكون مثال كويسه، في بعض المسائل بتكون حاجه كده ملهاش لازمه بس تمام يعني. فانت ممكن تيجي difficulty easy، تمام؟ دي المساله اليوميه، ده بتكون في الاول اللي انا قصدي عليها، هو بيجيب لك مساله يوميه كده وبتختار بتسورت بالاكسبتنس مثلا. اكسبتنس دي اللي هو عدد الاكسبت اللي الناس جابتها، ده بيدرج لك المسائل من السهوله للصعوبه. تبدا بقى تحل مساله مساله، تمام؟ كل مساله بتخش على بعدها، يعني انت بتسورت كده، والله انا حليت النهارده دي، انا حل اللي بعدها، انا حل اللي بعدها وهكذا، تمام؟ الموضوع هيفرق معاك. انت المسائل الايزي مثلا محتاج تحل ما يقارب مثلا 100 مثلا 150 مساله، صدقني انت ممكن تحل 3 4 مسائل في اليوم اصلا يعني، فاهم؟ 100 150 مساله بتبدا بقى ايه تخش على الميديوم. الميديوم ده هو اللي بيجي في الانترفيوز، الايزي ما بيجيش، او ممكن بيجي وممكن لا، بس الاغلب ميديوم. بس ميديوم سهل يعني، هو حتى انترفيوز اصلا بتكون مسائل عبيطه جدا، تمام؟ تقعد بقى تحل ميديوم، كابيتال لوس جين، مش عارف ايه. الميديوم برضو مساله لحد ما لطيفه، والميديوم بصراحه هي اللي بتعلمك. الايزي دي جاست بريبير المايند سيت بتاعتك، لكن الميديوم هي اللي بيكون فيها اللوجيك، تمام؟ اغلب اللوجيك كله بيكون في الميديوم، واغلب الانترفيوز هي بتيجي في الميديوم اصلا، تمام؟ او بالنسبه برضو عايز تقيس مستواك، عشان برضو احنا بنقيس مستوى على حياتيا، ممكن برضو حياتيا ما بيكونش ملحوظ اللي هو طب ايه انا كويس ولا مش كويس. ممكن تقيس مستواك عن طريق الكونتست، تمام؟
بتيجي في كونتست اسبوعيه للكود بتنظمها. كل اسبوع بيبقى عندك تو كونتست، واحده يوم الاحد، اي نعم ميعادها سيء جدا، اللي هو 4:30 الفجر، واحده تانية 4:30 العصر. تمام، تقدر تخش الكونتست دول وتحل. معاك ساعه ونص، 4 مسائل بتحاول تحل. بعد ما بتحل بيظهر عندك حاجه اسمها ثواني ريت. الريت ده هو اللي بيعرفك انت فين وسط الناس دي. تمام، انا قلتها في اول السيشن هقولها تاني. ده بيعرفك، انا مثلا هو بيقول لي ان انت توب، يا نهار اسود انا ضعت خالص. المهم انت توب 18% من كل الناس اللي بتحل على الليت كود. تمام، وده الريت اللي هو ده. هنا انت بتقدر تعرف هنا في حاجه ملموسه، اللي هو انا في مستوى بيطلع. اول حاجه انت بتبدا طبعا هنا توب 100، لو انت تحت خالص بتبدا تطلع 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 لحد ما توصل بقى وانت وشطارتك. تمام، فدي ده من رايي، ده التغير الملحوظ، يعني انت ممكن تقدر تلمسه بايدك تشوف انت اتطورت ولا لا. تمام ماشي، شكرا يا باشمهندس. حاجة تاني؟ فادي أمان. هندسة أخبارك؟ الحمد لله. معلش لسه داخل اللايف متأخر، فكنت بس في جامعة الكلية فلسه هنزح منه من شوية. بس سامعني هندسة؟ سامعك. بس كنت عايز اقول حاجه بس مهمه. احنا معظمنا يعني الناس اللي لو نتكلم مثلا في فرقه اولى حاسبات او تانية، سواء في مجال الحاسبات او بي اي اس، ولسه ودخل مثلا على تراك، ونفترض اللي هو تراك فلاتر على سبيل المثال، اللي هو واخد شهره جامده خالص، وما تعمقش اكتر بالسي بلس بلس او جافا، او ممكن يكون درسناها في الكليه بس ما تعمقناش فيها للدرجه اللي احنا بينا فيها ادفانسد او بنحل بقى بروبلم سولفنج، مع سبيل اللي احنا اتعلمنا لغه تانية ونفترض زي دارت او لغه زي مثلا بايثون مثلا، هل اللغتين دول نبدا نحل بهم بروبلم سولفنج، ولا نبدا نحل مثلا بلغه مثلا زي سي بلس بلس نرجع تاني للاساسيات بتاعتها نظبطها، ولا نخلينا مثلا في اللغات اللي احنا بدانا نتعلم بيها؟ بص، الحل بيكون باللغه اللي انت مرتاح ليها. بمعنى اللغه مش فرق، انت كده كده اصلا في البروبلم سولفنج كل اقصى حاجه هتستخدمها هي شويه داتا ستراكشر في اللغه نفسها، اللي هم الاري والليست وكده. غالبا 90% من البروبلم سولفنج بيكون بيدور حول ده، ولا هتعمل كلاس ولا هتعمل اوبجكت ولا هتعمل اي حاجه، هو شويه فانكشنز واري وليست وكده وفور لوب وخلاص. تمام، صدقني مش هتستخدم اكتر من كده، وماب مثلا. تمام، فموضوع بقى اللغه مش هيفرق، لان اصلا الحته دي اللي هو ايه، حاجات قشور اللغات اصلا، انت تقدر تحل بقشور اي لغه. الموضوع انت بتحل باللغه السهله، يعني مثلا لو انت، انا بنصح اي حد لو انت داخل انترفيو بنصحك تحل بايثون. انا ما بحلش بايثون اصلا، مع اني بايثون ديفلوبر من ساعه ما اتعلمت برمجه، بس برتاح مع سي بلس بلس. لكن انا لو دخلت انترفيو بحل بايثون، بجبر نفسي ان انا احل بايثون. ليه؟ بايثون سريعه، بتوفر لك شويه فانكشن سهله، امبلمنت سهله. لو انت تحل بسي بلس بلس عشان اعمل مثلا ست او اي استاك مثلا او اي حاجه، بكتب حاجات كتيره ورخمه وكده. ايه المشكله في كده؟ تمام، فلا انت يا عم اتعلم اللغه السهله اللي بتوفر لك وقت. يعني انا مثلا سي، انا عايز مثلا اطبع معايا ديكشنري ليس او اري مثلا، عايز اطبع الاري دي اشوف فيها العناصر. في السي بلس بلس عشان تطبع لازم تعمل فور لوب عشان تطبع الحاجات. ايوه فعلا. فانت هنا برنت ليست خلاص، تقدر تشوف البرنت وتترس بسرعه، فده بيوفر لك وقت شاسع. تمام، في الحل، فلا انا انصحك لو تحل حل بلغه سهله. بايثون يعني ابسط مثال واحسن حاجه. طب لو دارت مثلا، لغه دارت لو انت سريع فيها بتقدر تمبلمنت السوليوشنز بسرعه، تمام دوس فيها. يعني هو الواحد فيها يعني بقعد اقرا فيها شويه دوكيومنت كويسه يعني على الموقع بتاعها، فالواحد بقى متعمق فيها اكتر خلاص. وانت عارف بقى طبعا اللي هم الاجيال او الناس اللي هم مش عارف اسميهم ايه، اللي هم بقى يطلعوا يقول لك لا لازم تتعلم سي بلس بلس عشان تبقى تنين بقى، عارف انت اكيد سمعت الناس اللي زي دي، وانت مش تبقى سوفت وير حاجه كبيره لما تروح سي بلس بلس. يا جماعه والله صدقوني اللغات كلها هي تول بس مش اكتر، وكلهم فيهم نفس الاساليب. وعلى ما اعتقد يعني على المستقبل مش هنلاقي ان بعض اللغات او لغه زي سي بلس بلس هتكون قلت، لان في لغات كل ثانيه بتطلع او بتتطور بتعمل كل حاجه. يعني حاجه زي مثلا كروس بلاتفورم بتاعت فلاتر دي، تكنولوجي لسه طالعه جديده بقت